من أجل استثمار الوقت خلال حظر التجوال الذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا، شكل مجموعة من شباب محافظة الديوانية فريق عارضي الأزياء العربية لتشجيع الشباب الآخرين للحفاظ على هوية الملابس التراثية والتي تعرف بها هذه المناطق التي تتميز بالطابع العشائري. فريق عارضين أزياء حبينا نسوي شيء مغاير، أفكار هواي مطروحة بالنسبة للمودلز والعارضين الأزياء، حبينا نتقمص الشخصيات الأصيلة والعادات والتقاليد أهلنا قبل. هي فكرة تمثل الخليج بصورة يعني عامة والشرق مدن الشرق الأوسط العربية. هذه الأزياء حبينا إنه يكون تجديد بصورة يعني متجددة، بصورة دائما يعني تكون مثل ما نقول يعني مستمرة للعادات والتقاليد والأزياء اللي قبل أهلنا وقبل يلبسوها. فإحنا حبينا نطور من شوي من في محافظتنا، فننصح للشباب بأن يلبسون هذا الزي في المناسبات وفي الأعياد. الفريق الشبابي المحلي والذي يعمل على تطوير الزي العربي التقليدي من أجل ترغيب الشباب إليه ومنافسة الموديلات الحديثة للألبسة الرجالية والشبابية وربط التقاليد بما وصل إليه العالم اليوم من تطور وحداثة في كافة المجالات. فاحنا مجموعه شباب حبينا نغير من هذا الروتين اليومي، انه نرجع لتاريخنا او تراثنا القديم اللي لبس اجدادنا ولبس اهلنا. فحبينا هاي الفكره انه نطرقها بعموم محافظتنا الديوانيه حتى يتوسع هاي الفكره ونشوف يعني اغلب المناسبات او الاعياد اللبس الخليجي نرجع له يعني تراث اهلنا واجدادنا. زي اللي اشتغلنا اليوم والتصميم هو تصميم عربي او خليجي او هواي امور تنطلق عليه. اول شيء شويه كسر الروتين من ناحيه الملابس، ثاني شيء طرح تصاميمنا للفريق اللي هي من ضمن الفريق طرحها للاعلام او صور او تواصل اجتماعي، وثالث شيء الترويج طبعا. وتعد هذه الفعالية لإحياء الزي العربي والخليجي ليست الأولى من نوعها في هذا المجال، لكن القائمين على هذه المبادرة يأملون بتفاعل المجتمع مع هذه التجربة وأن تلقى رواجاً بين الأوساط الشعبية في عدد من المحافظات العراقية. لقناة زاكروس معتز العبودي، الديوانية.